ينضم الينا من بنغازي مراسل غادة عبد العزيز الفاخري. اذا عبد العزيز، اخر التطورات فيما يخص العمليه الانتخابيه وما تعلن عنه المفوضيه العليا للانتخابات حتى الان. نعم، بداية نتحدث عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحسب آخر إعلان صادر عن الموقع الرسمي لدى مفوضية الانتخابات، تم توزيع حتى مساء يوم أمس أكثر من 2,300,000 بطاقة ناخب على كافة الدوائر الانتخابية. اليوم ويوم الغد سيكون اليوم النهائي بعد التمديد الذي قامت به المفوضية العليا للانتخابات لتوزيع بطاقات الناخبين، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت أمام كل المواطنين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية، خاصة بأن هناك العديد من الشكاوى التي صدرت من العديد من المواطنين في مناطق الجنوب وحتى بعض مناطق الغرب وكذلك الشرق في ليبيا، وذلك بسبب وجود أو إصدار بطاقاتهم الانتخابية في عدد من المراكز البعيدة عن مناطقهم التي سجلوا بها. هذا على مستوى بطاقات الناخبين. ما تحدثنا الآن عن التسجيل لدى المفوضية العليا للانتخابات على مستوى مجلس النواب، فاق العدد الآن أكثر من 2,600 مترشح ومترشحة على 75 دائرة انتخابية. أيضا تحدثنا عن نقطة غاية في الأهمية، الآن نتحدث عن فترة الطعون والاستئناف، لا سيما المقدمة الآن من المرشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي، حتى ربما قبل نصف ساعة من الآن كنا نتواصل مع مكتب أو الفريق القانوني المصاحب لسيف القذافي، أكد لنا على إمكانية أن تعقد جلسة الطعن هذا اليوم في مدينة سبا في دائرة الاستئناف، بعد ربما فقط الآن انتظار وصول أحد القضاة إلى محكمة استئناف سبا. أيضا تحدثنا على الآن الجداول الزمنية التي أعدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من المفترض أن تنتهي اليوم فترة الطعون وأن يبدأ الاستئناف، وفي هذه النقطة كما علمنا قبل لحظات قليلة اليوم ستنظر لجنة الطعون الابتدائية في محكمة استئناف طرابلس في الطعن المقدم من قبل المرشح الرئاسي فتحي باش آغا ضد نظيره المرشح الرئاسي الآخر خالد شكشك الذي يرأس الآن جهاز ديوان المحاسبة، وسيصدر الحكم اليوم ما إذا كان خالد شكشك سيعود إلى السباق الرئاسي أم سيتم استبعاده. هذه الفترة تستمر طيلة الآن 6 أيام، نتحدث قبل تاريخ 6 ديسمبر القادم ستصدر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القائمة النهائية لجميع المترشحين الذين سيكونون أمام بطاقة أو أمام ورقة الناخبين في تاريخ 24 ديسمبر. هناك إمكانية واحتمال أن يكون هناك تمديد أيضا لبعض الوقت في فترة الاستئناف، وذلك بسبب طلب عدد من المترشحين لذلك، وهناك من يتحدث على ضيق هذه الفترة، وبالتالي هذا يرجع بنا تصريحات قبل أسبوع ربما من الآن لدى أو تصريحات صادرة عن عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قد يتم تمديد أو قد تذهب المفوضية لتمديد فترة الطعون والاستئناف، وذلك لأسباب واعتبارات ترى المفوضية العليا للانتخابات يجب أن تنظر وأن تؤخذ بعين الاعتبار. على أي حال نحن نترقب حكم سيصدر اليوم من دائرة استئناف طرابلس، وكذلك من المقرر أن يكون هناك أيضا بث في الآن قد الطعن المقدم من قبل سيف الإسلام معمر القذافي لدى محكمة استئناف سبها قبل أن يحال بعد ذلك على لجنة أو محكمة الاستئناف. عبد العزيز الفاخري مراسل الغد، كنت معنا من بنغازي، شكرا لك.